آذن محمد علي محمود والشبابية داعش كل حي استعماله مقعيدة جابرية سعيد إلا الله بكون يتبان كي يكمدها ورد أرقق حسدها وكقبير ميقة بلدوين وكل شيء محمد علي محمد فارح وداعش كل استعماله مقع أبو هريرنا كسمايا يوغسو صفر كبيرستا كوحدة داعش سنة دي الله بكون سيدو يتبان كي كديب داوشادة جنال أي داعش كسميسة تلغرامكا وانا هالكا وكبلابي لابوهو بيدو كوحدو كودو ماليس تبوراها بريا بونتلان آذن محمد علي محمود وحووها بلوغيسا كوا ويران حزبادا دحوريك جري مغالوي كبلدوين بولابور تحرى ديري بولافولاي وحانا مردن بلغا ديغا مدحا عنادا يجب هادا ديغان دورك دينوناي مركلا ايا تابر هرله لغوسيا دوداله وحانا لو دياري ديغالاد جوكتا علوس فاسح كديراد احمال ميه اللوغو تلقل كدب الشباب وحو حرنا لح بل يدور يتبن عشو وحو نكعرو ذي حب سياسي كدي بحو سفر بوساسو ووكا حوك سيدك حماشد اسمها لكن كوحد داعشو باري كغا اود بدن الشباب لولانا وكرد حيا ايا هشيش عصبو صوبان اكتاعدن لابا بغرو دولار كمريكن كا ايا داعش بلهان وسينجر تاعدن عير كبيا كرول ايا لغو باري ديل كغاد مدا وحو نكود حدي بوساسي دي سود ويسي لابا موادن وكلا مليحي قايد كمحتوية بوتلان لابي حديق لأ أحمد هرفا جامع أفلاتك سيتامر لابكو سيديو تومنكي شالاتك يكتوبر لابكو سيديو تومنكي وحوس لابوسا سكو ديلي غان أحسادا عبيتان لأ عبد الرحمن آدن علي كدي بوحا لوسو وريجي مغدوشو بوستي جدا عالشي بيها يا بكارو يسو بعاد أيو ديلالك كيستي لابكو سيارة تومنكي جنوري سيارة تومنكي دي أيو هولوداك بكاروها بوستي جدا عالشي بيها ee ku direen isaga iyo laba kale gudoomiye laameed ahmed maxamed nuur ahmed sheeqal iyo abdullah maxamed ali abdullah dheere 7-kii january 8 cishe kadib 2019kii waxa uu ku dhaawacmay aadan xabado oo midba mar la dhacayeen marxuum ahmed abdu xuseen oo military ka tirsana markaas ayuuna soo galay gacmaha sharciiga agosto 2019kii ayaa lagu xukumay dil toogashada aadan maxamed ali waxaana xilligaas ay maxkamada siidayshay abdi shakur haaji bersenj oo dhaawaca aadan qaaday laakiin ay maxkamaddu wax dambi ah ku weysay maxamed ali maxamed abu hureyra kadib safarkiisii kismaayo muqdisho ayuu yimid waxa uu u sii maray magaalada garowe isagoo isticmaalaya diyaaradaha rayidka ee isaga kala goosha garowe muqdisho aleela ayuu toobar kula qaatay koox kale oo ay ku jiraan etiopian abdul qadir muumin waayeelka ka gadooday al shabaab oo saami qaybsi beeleed ka heli waayay ayaa toobarka u soo xiray waxa uuna ku galay laba dagaal miiraale intii uu joogay buuraha calmado dagaaladaasi ayaa dhaxmaray labada koox ee suurad xumeeyso diinteena suuban muqdisho ayaa loo soo wareejiyay maxamed oo qalfoof ahaan u sameeyseen qurba joog aan abid Soomaaliya arkin waxaana tan ay sababtay in gudaha bakaaraha lagu siiyay tababar toogasho laifa howlgalkiisii xiga ayuu ka sameeyay suuqa Sinai waxaana nolosha uu aqoonsaday kaab marqaatiga suuqa maxamed abdu dhuxulo agosto 2019kii waxaana xilligaasi dhaawacay ciidamada amniga oo ku soo simay gacmaha sharciiga maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay maaj 12kii 2020kii dil toogashada 3 sano oo aadan ah iyo 2 sano oo maxamed ah kadib maanta ayaa lagu oofiyay xadkii qasaasta ah oo ay maxkamadda ciidamada ku xukuntay sida warbaahinta uu sheegay general abdullah buule kami halaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida 4 marxuum xw xooga عبدي أحمد حسين تاريخ ذو مركي اهي تضبيه لاتنكي بشي كوى اللاوة كنساقالي طبان داق مدى ياخشيد وحينا محكمة دو كوحو كنت ديلتو غشاه وها قصاصتي مرحومينتا سراكو حسن تاريخ ذو مركي اهي كودي بشي دي اللاوة كنساقالي طبان ما انتا او اي تاريخ ذو تاي لحي لاباتنكا بشي طبنا اللاوة كن لاباتني لابو وحا لغو فلو يحكم كي ديلكا اها سيدوكالي محمد علي محمد فارح أبو هريرة أفري لا تنجير أه وديل برير أه وقايستي مرحوم إكس كورميرا سدحاد دولة دهوسي محمد عبد اللحلو دويل تاريخ دو مركي سنتي بيشي سيديا لاباكو سقالي طبن فالكاس أو كان عاي سوق السيناي إيه دقما دا ورطة نبادة إيه مقالة دا مقدشو وحينا محكمة دو كوحو كنت ديل توغشة أه أو أه قساستي مرحوم كسرا كوحو سن تاريخ المركي اللي بيه طبعاً كي بيش سدح حال لباكن لباتن ما انتو اي تاريخ وطاي لحي لباتن كي بيش طبناد لباكن لباتن اللي بيه وحا لغوفو لي حكم كي ديلكا ها وبالله توفيق توغشد وكاد عدي فقاراها تيركا عدارد سكول بلوزيا وحا جوغي مدحدة محكمة دعيدة مدى حير لالين تاه يسراكير كاري
وحافلينتا هوشان كو عباديستي هاليي كاترسان دلجرياشينا عبدو غادر عيسور باهينتا غرانكا مقدشو.